السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزيد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على عوده ديلور محرز فالفائز في الهجوم، يعني والمناصب سوف تكون غاليه جدا. نتمنوا عوار، نتمنوا قلت لك عوار خلي راه جاي، نتمنوا ديلور برك، يعني ما يجبدوش يقول لك منا ومازال ما اعتذرش للشعب. ناس باعت الجزائر وما اعتذروش، قال لك كنا على حق. ناس دات الملايير وما بغاش تتحاسب باللي هما غلطوا في الاقصاء وفي الاخرى، وما ما قبلوش الانتقاد. تما كي تنتقد انت خائن، انت سمعه وقرعه ريحه وقرعه شونفوا دوب تاع بكري تاع العصفور. وين تحاسا ديلور طردوه، ديلور توما طردتوه. ما تقولناش بلي ديلور لازم يعتذر ولازم يدير ويعمل له منا وليها، هذه متالي كاع نقولوها لكم. ما تشوفوش لصحابكم اللي عايروا ديلور. وين بات خط الهجوم المنتخب الوطني في حالة تشبع كبير، وهو ما يعتبر سلاح ذو حدين بالنسبة للمنتخب الوطني، أين سيكون كل عام مطالب بالتألق وتقديم الأفضل مستوياته مع الفريق الذي يلعب له. هذه رانا هدرناها لكم، ما بقاتش هذيك تاع ترقد في النادي تاعكم، النادي تاعكم بعد تجي تلعب تاع أرواح أيان بردو، خاطش ولات على ماكش ولات نادي هاوي وما يديرهاش. منتخب ولا تاعنا ولا هاوي، ما ولينا نهضروا فيها الناس ولا يقول لك اسكت. كي نسكت كان بن عمري في ليون هكدا يجي يلعب تيتيلر، ناس راقدين، ناس كانوا يرقدوا يديروا نني، يروحوا يديروا نني ويجوا يلعبوا تيتيلر. على بالك بلي مدرب عبس على ابجديات التدريب. سانطاناكو كان حي كان غادي يطرطق راسه، يحشي كرونات في فمو تخليه يطرطق. ايه واحد صوالح ولاو يصراو من بعد قال لك علاه ما تاهلناش، علاه ما تاهلناش من الصوالح، خاطش ولا منتخب هاوي ما كان والو، ولينا فرشه. والناس يقول لك اسكت، لا رانا ملاح، لا انتوما تكرهوا ليك الناس، انتوما تكرهوا كاش كاع. عباك ما ننساهاش تاع نهار بورتسوانا من بن عمري تبليسه، ومين جاو لي ماتش اميكو لعب تيتيلر 3 ماتش لعب فيهم نورمال. دخل دوزيام ميطون كونت المالي لعب تيتيلر، كونت تونس لعب تيتيلر. دروك لازم اللاعب لي يلعب في النادي تاعو يجي يلعب تيتيلر في المنتخب الوطني، خاطش ما كناش نخدمو. على كي كنا نديرو نقعدو في ديارنا، ايا المهم ما يتبليسوش اللعابة، اي عيط لفلان عيط لفلان، ايا بسم الله، ايا نروحو نلعبو، ايا نبردو ايا نبردو. كانوا دايين نظره باللي لافريك كيما لعب دوره في 2019 غادي تسيب لافريك بهذيك الملوحيه تاعها، يا ودي هذه كوب دي موند قلناها لكم ونعاودوها لكم، ومنعتو من الكوب دا، منعتو كونت بوركينا فاسو، ما بغيتوش تساهموها. وين سيكون كل عام مطالب بالتألق وتقديم الأفضل مستوياته مع الفريق الذي يلعب له من جهة، ومن جهة ثانية سيضع المدرب الخوض أمام موقف محرج لضبط قائمته النهائية في تربص المقبل. ونرجع السبب لفائض الموجود على مستوى القاطرة الأمامية، وروح نقول لكم غادي لعابة، غادي قاعد يجيبوا لعابة. شا كان يقول المدرب هذا؟ كان يقول لي بيجي يجي، غادي كاع يجوا هذا الخطر، غادي يجوا على دو ترونش، يجوا في سبتمبر ويجوا في مارس. أيا ونبداو. ومن بعد التألق الكبير كل من عمورة بن عيادة بن عياد يعني وابراهيمي والناس الذين عرفوا كيف يستغلون التربص الاخير احسن استغلال من خلال تقديم اوراق اعتمادهم بقوه، ما يجعلهم يدخلون حسابات الناخب الوطني، ومن الصعب التخلي على اي اسم من اسماء سلفت ذكرها في المعسكرات القادمه، الا اذ كان الامر يتعلق بالظروف القاهره في صوره
افتقاد نسق المباريات بسبب قلة المشاركة أو الإصابة، وهما معيارين معتمدين من طرف يعني أي مدرب إلا يخدم بها المدرب، خاطر المدرب 4 سنين اللي فاتت ما كانش يخدم بهذا المعيار تاع لعاب المستوى تاعو طاح، لا ما نعيطلوش لازم نعيط، يقول لك لا لازم نعيطلو كيما حنا مين تاع الناس تحضر، يقول لك يا ودي بونجاح المستوى تاعو ولا بن عمري المستوى تاعو ولا فلان المستوى تاعو ولا، في غولي كنا نقولوا المستوى تاعو ولا، بصح ما بغاش يسمع، كان يقول لك لا رانا ملاح، ما يبغيش انتقاد، هالي ما يبغيش يتصنت. وبموازاة مع تألق الرباعي السالب ذكره، فإن تربص المخبي سيعرف عودة القائد رياض محرز والمهاجم النيس أندي ديلور بعد تعافي الأول من الإصابة، حسب وين قال لك الإصابة يعني ما على بالنا بلي محرز ما كاش ماهوش مصاب، كره مصاب كره يعالج، كوش معنا دير عملية، كوش معنا من كوش معنا ما كاش منها، ونقولوا بلي وعفو المدرب على الثاني ما سيرفع عدد اللاعبين في الهجوم الى 6 اضافة الى وجود كل من بلايلي سليماني وامكانية قدوم يعني اوليز، دون ان ننسى الاسماء الغائبة عن تربص لدواعي فنية في صورة بونجاح، ويعتبر اكبر من اكثر المناصب وان يعرف حالا تشبع، وهو في الهجوم مركز جناح ايمن الذي يعرف وجود كل من والناس غازال محرز ابراهيمي مع امكانيه قدوم اوليز، وهو ما يجعل الناخب الوطني امام ماموريه صعبه لاختيار لاعبين او 3 على مستوى هذا المنصب او امكانيه تغيير مناصب احد العناصر مثل ما قام بها في وديه ايران عندما حول بلال ابراهيمي الى الجهه اليسرى من الهجوم بعد دخول والناس، وفي سياق ذاته يتجه المدرب نحو عدم توجيه الدعوة في تربص قادم المهاجم نادي كلوب كلوج الروماني عمراني بعد الوجه الشاحب، احنا ما يقرب وجه الشاحب احنا على بالنا بلي غادي يروح، انا نهار الاول كي داروا خائبة قلت لكم بلي هذا غادي في الاخر ما يزيدش يبان كاع، من عدم نجاحه في اقناع المدرب على مدار ايام التربص، وهو ما اشارت اليه يعني بعض الاخبار بالنظر الى الفرق المستوى بينه وبين بن عياد الذي قدم اوراق اعتماده بقوه، حنا هذا بن عياد غادي ما يوليش في ليكيب ناسيونال، قد ما يبيعوه يعني ما يوليش كاين، داروا له ستاتي سيبو ما يوليش كاين ثاني، باش يكون على بالكم غادي اللي يكونوا نقول لكم 3 برك، انا نقول لكم شكون هما، كاين سليماني كاين ديلور وكاين عموره، هذاك عياد لماشي غادي من بعد كي يدير ندوه صحفيه يقول لكم مازال الله يزيد يتعلم مازال، انا نقول لكم صوب باين على ذلك، نقولوا بلي ودي اليوم ويد المنتخب الوطني بقى عند المدرب كيفاش ينجم المدرب يعني يلعب واحد في بلاصه المحرز يدير محرز صانع العاب، ينجم يدير كيسموه بلايلي صانع العاب ويدير في بلاصته راخو كسموه بلال ابراهيمي، ينجم سبحان الله، كاين لعابه راهم كاينين لعابه، علاش نقارو حنا، انا نقولها ونعاودها، اللعابه اللي داو كوب دافريك لعبوا فينال كونتر السينيغال 2019 ولعبوا تروازيام ماتش، اللي لعبوا تروازيام ماتش كونتر كوت ديفوار ما نروحوش 2019 نحضروا على السنه على هذا العام تاع الكوارث كوارث طبيعية، نهضرو السنة ما نهضرش 2019، خاطش علاه تاع 2019 هما اللي دارو كوارث طبيعية وكانت مباراة مصيرية باش نلعبوها باش نكلاسو ميير تروازيام ولا نكلاسو دوزيام خسرنا ب3، اللعابة اللي لعبوا كونت كوت ديفوار وخسرنا 3-1 هذوك اللعابة نخلو منهم ماندي بن ناصر ومحرز، روخرين كاع روجوتي والو قيس برك. رجوتي حمار ليكم لعبتو كثر خيركم، نقول لكم نتوما وطنيين ما كاش مشكل ما تخافوش نقول لكم نتوما وطنيين، هذه هي اللي نتمناوها ان شاء الله بربي، خاطش علاه لازم تغيير، لازم تغيير، لازم 80% 75% ما كاش كاع الناس اللي تهضر الناس منا الناس حتى الحاج ان شاء الله بربي، ويكونوا اللعابه وان شاء الله هذا المدرب يعرف كيفاش يتصرف في الجوده اللي عنده هذا مكان.